بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تلا لومير، والبداية مع العناوين. انطلاق مشروع ترميم أرضية كنيسة القيامة في القدس. البطريرك باتسبالا يقلد الفنانة ماجد الرومي وسام البطريركية اللاتينية. لقاء تشاوري في سيدة السلام حول سينودس الأساقفة القادم. وفيها أيضاً التربية الدينية المسيحية بين المنهاج والمنهجية، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. أطلقت كنائس الأراضي المقدسة مشروع ترميم أرضية كنيسة القيامة في القدس، وشارك في إطلاق المشروع بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون والنائب البطريركي للأرمن الأرثوذكس المطران سيفان غربيان، بحضور جمع من الأساقفة والكهنة والرهبان من مختلف الكنائس. ويتضمن المشروع الذي يستمر 26 شهراً ترميم واستبدال بلاط الأرضيات التالف وتحسينات أمام القبر المقدس. أشاد غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بدور البطريركية اللاتينية واهتمامها بتنشئة الشبيبة في الأراضي المقدسة منذ 170 عاماً. جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر التربوي الأول لمدارس البطريركية تحت عنوان بناء القدرات، فرص وتحديات، بحضور عدد كبير من المسؤولين والرهبان والراهبات ومدراء المدارس والمعلمين والمعلمات. ويهدف المؤتمر الذي استمر 3 أيام بناء القدرات البشرية والنهوض بالتعليم وتدريس مواضيع معاصرة تواكب التغيرات في الزمن الحاضر. بدعوة من إدارة مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، أحيت الفنانة اللبنانية ماجد الرومي حفلاً خيرياً غنائياً على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية. وقد شهد الحفل الذي خصص ريعه لمساعدة الطالب المحتاج وزيرة الثقافة السيدة هيفا النجار ومدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن الأب وسام منصور، وحشد كبير من محبي المطربة الرومي. ولفت الأب منصور إلى أن الحفل يأتي ضمن المبادرات الخيرية للسيدة الرومي التي تمثل انموذجاً فريداً في حقل الفن ونشر فضائل المحبة والسلام. وخلال زيارتها لمطرانية اللاتين بعمان، منح غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين الفنانة ماجد الرومي وسام الصليب الذهبي للبطريركية اللاتينية تقديراً لجهودها في خدمة الكنيسة والوطن. حضر حفل التكريم النائب البطريركي للاتين المعين في الأردن المطران جمال خضر ومدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن الأب وسام منصور والأب عماد علامات الأمين العام لمطرانية اللاتين في الأردن وعدد من أعضاء مجلس الكهنة. Thank you for coming here and also to participate for this event for the schools, our schools here in Jordan. As you know, schools, Christian schools everywhere, especially in Jordan. I know to Lebanon, they are going through a very difficult period. So any gesture of support is always welcome. So first of all, thank you for this. It is not granted that everyone of the person with this big figure want to participate for this. Then I want to say another thing. We are talking today, Pope Francis promulgated the reform of the Curia, which is an image of the church, and the topic, the top of the reform is the evangelization. And I think what we are doing, just with your presence, we are doing, is a kind of evangelization to announce to, I suppose, millions of people who you are and to whom you belong. There is no translation. There's no for the translation. So, and so I want to congratulate you for this, and thank you also for being, first of all, so professional, and also so unique in the style and in what you are doing. We need this. In all the world, we need this Christian presence in the world, especially in our countries, in our region. We need this presence, positive, building relations among all, and in saying
what we are and how we are, but in a very positive manner, building in a land where everyone wants to separate, and we are seeing in all over the world the separation, wars, divisions, hatred, and so on. The music is a language that arrives to all the hearts, without distinction of religion, of belonging, of any kind. So thank you for this. I'd like to congratulate you for this. I hope this is not the, only the first and the last time you come here. I'm sure that this is the beginning of a journey, of a common journey, because we, Middle East, despite the borders, we are one family. والحياة العائلية المترابطة اللي تمسك من الكواي هذا الشيء نحن نعتز فيه ونفتخر فيه. نحن اللي عانينا كثير من المشاكل الطائفية المتاع بالنسبة لي. الله يحميكم ويحفظكم ويحفظ جلالة الملك يلي قادر مع كل مجموعة اللي بتشتغل معهم مع جلالتها إنه بقوة رجال حقيقيين يحافظوا على استقراركم وازدهاركم والأمن والسلام. هيدول نعم للي ما بيعرف شو معناتهم، شو معنات إنه يفقدهم. يمكن ما بحس فيهم، كل واحد عنده إيد بس ما بيعرف قد ايش هي مهمة، واحد عنده عينين بس ما بيقدر قد ايه هن مهمين إلا لما بطلوا موجودين. فحب أقول إنه بدعمة الرب البلد تحت عينين الرب بإيدين الرجال. تعرف كيف في هالأوقات الصعبة الشرسة العنيفة المليانة شر، إذا الرجال يحافظوا على أمنكم ازدهاركم واستقراركم. حب هالكلمة توصل لجلالته لأنه نحن منحبه ومنصلي له ومنعرف إنه إيد الرب معه ومنعرف إنه علينا واجب إنه نصلي لكل دولة عربية تبقى آمنة، لكل الدنيا تبقى آمنة وتبقى بسلام، وللبنان كمان. نحن لن حرمنا من هدول النعم، نعرف قديش هن مهمين لنحكي عنهم، يسوى الانسان ما يحكي عنهم. بس لإلي انا قد ما عم شوف الشعب اللبناني عم بيعاني، قد ايه عم يتعذب، قد ايه عم بنقهر، وانا فرد من هالناس المتألمين اللي عم يتعذب بكل شيء بكل شيء بكل شيء بكل شيء، حتى بالرغيف الخبز. كثير صار بهمني اني اوقف عند هالنقطه واحكي الله من السنه يحفظ الاردن، يحفظ كل دوله عربيه، يحفظ الدنيا كلها من شرور الحروب. الله يحفظ جلاله الملك يلا تقديرنا له عظيم، لجلاله الملكه يلي هي صوره بهيه عن عالمنا العربي، عن المرأة بكل وقارة وثقافتها وإنسانيتها مثل ما بليق بتقاليدنا وبقيامنا. إنه نكون نشكر الله عليكم على هاي العائلة الإنسانية المسيحية الحلوة اللي أنتوا عليها، إن يكون جزء منكم هيدا فخر لي. بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم وعيد بشارة مريم العذراء المباركة، نظمت كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان لقاء روحيا ثقافيا شارك به كل من الراهبة جلوريا الربضي والدكتورة باسمة السمعان والدكتورة لبنى دواني النمري والأستاذة دعاء بشارات. وابتدأ اللقاء الذي أداره راعي الكنيسة القس الكونان فائق حداد بصلاة، ثم تحدثت الراهبة الربضي عن دور الكنيسة في إعطاء الحرية للمرأة وضرورة دعمها على الصعد المحلية والدولية. المرأة في العهد الجديد في الإنجيل سمح السيد المسيح للمرأة أن تضم لتجوالها التبشيري وإخراج المرأة من الهامشية والإنزواء
من تسلط الرجل والتعامل العلني فتحدى قسوة المجتمع مع المرأة الزانية. من منكم بلا خطيئة فليبدأ ويرجمها بحجر. دور المرأة في الكنيسة. لقد أعطيت المرأة مسؤولية الحمل والولادة، حيث تهتم الأم بالأولاد في الطعام والنظافة والتربية. فالأم قادرة على تغيير العالم، وللمرأة في المسيحية مكانة وشأن عظيم في الكتاب المقدس، ولم تفرق المسيحية بين رجل والمرأة، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. بولس الرسول، غلاطية. قلة الإيمان عند عامة الشعب خاصة الشباب، وقلة فهم المعنى الحقيقي للإيمان. فالإيمان بالمسيح يتطلب ممارسة عملية وسلوك في الحياة حسب تعاليم المسيح. التحدي الأخلاقي، إن حالات الانحراف والخيانة الزوجية واستعمال العنف الجسدي بين الأزواج وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، لأن ما يحق للرجل لا يحق للمرأة. ثالثاً، تحدي العيش في مجتمع متعدد الديانات. التعدد الديني يفرض على عائلاتنا نوعاً من التحدي ذو وجهين. الوجه الأول إيجابي والثاني سلبي. إيجابي، أن يكون المسيحي نموذجاً حياً للآخرين بالسلوك والتعامل والتقوى ومخافة الله. سلبي، بسبب الهجرة ونقص عدد المسيحيين الشعور بأننا أقلية، هذا شعور محزن، يولد حالة من الخوف والانكماش، علاوة على الزواج المختلط. التحدي الإعلامي، الإعلام المرئي ووسائل الإعلام الأخرى، حيث يتلقى الأبناء ثقافة مغايرة في بعض الأحيان للدين والأخلاق. شو تأثيرات الكنيسة الكاثوليكية على المرأة؟ أثرت الكنيسة على المرأة بطرق مختلفة. أولاً، إدانة الإجهاض. الإجهاض صار موضة عندنا المسيحيين خصوصاً في الغرب، خلص ما بدها البيبي بتروح على الإجهاض. الطلاق، يعني ويا للأسف شهر شهرين ثلاثة ولا بنسمع إنه فلان وفلان اتطلقوا، هذا نتيجة إنه تحديات في المجتمع. تعدد الزوجات، الخيانة الزوجية على قدم المساواة بين رجل والمرأة، تنظيم النسل بطرق طبيعية. كما تحدثت الدكتورة السمعان عن أثر الإعلام على المرأة والتحديات القاسية التي تعترض مسيرتها في الحياة. هناك نساء قدرت أنها تنحت الصخر وتتبوأ مراكز مهمة في المجتمع، إن كان وزيرة ولا نائبة في البرلمان، وإن كانت مديرة شركة، مديرة بنك في المجتمع، أو يعطيها العافية. لكن ما وصلت هذا الموصول إلا بالنحت بالصخر. مو سهل، مو سهل إنسانة ناجحة وصلت إلا تكون مليون صوت انضربت، مليون حجر انضربت. يعني أنا كتير في أحيان بكون في أماكن ما بتضربني غير حتى كمان نساء، يعني من الغيرة على بعض. أنا بقول عدوة المرأة دائما تكون المرأة للأسف، يعني أوقات الرجل بحاول يدعمها، بس لما بيشوف عدم الدعم من النساء نفسهم بوقف عاجز عن التصرف أو أحيانا على إبداء الرأي. فلازم نكون نحن إيد واحدة في المجتمع ندعم المرأة. لما نشوف امرأة ناجحة نوقف معها، ندعمها، نشجعها على أساس تمضي، لأنه الأسرة الناجحة وراها أم ناجحة، وراها أم قادرة. لما نقول ما شاء الله عليها العيلة كويسة منيحة، في عيلة في أب وأم قادر، يعني قدروا إنهم يوقفوا العيلة على إجريها. لما منكون مثلاً بشركة ناجحة، هذه الشركة بيكون قائدها أو مديرها ناجح. لما بيكون مؤسسة قائدها ومديرها ناجح، إحنا منقول وراء كل
رجل عظيم، امرأة، لكن كمان وراء كل امرأة عظيمة رجل يساعدها ويساندها. يعني ما بتكون لحالها. أنا لولا جوزي، يعني أنا بوجه له الشكر على قدامكم، هو اللي ضله وراي لأكمل دراستي. أنا كمل دراستي بعد ما خلفت وكبروا شوي الأولاد. أنا ما قدرت أدرس خلال وجودي مع الأطفال، وصعب كتير كان. فدرست بعد، خلصت البكالوريوس وخلصت الماجستير وعملت الدكتوراه. جوزي كان، أولادي كمان ساعدوني لأنه كانوا يدرسوا جامعة وأنا عمل الماجستير. خلصت الماجستير من جامعة طلال أبو غزالة بالجامعة الألمانية، إدارة أعمال تسويق، ودخلت الفصل اللي بعدي أولادي. يعني شوفوا قديش كانوا كبار، يعني أولادي يدخلوا ماجستير مش بكالوريوس، يعني لهي الدرجة. كنا ندرس مع بعض يعني بيئة مدرسة. جوزي يحكي لأنا مش عندي ثلاثة أولاد، عندي أربعة بالبيت بيدرسوا، لكن هو ساعدني لأنه عرف التضحية اللي ضحيتها مع الأولاد خلال بداية حياتي، لكبرتهم وعلمتهم. والحمد لله بقول أنا ما قصرت مع أولادي. مزبوط أنه هلأ أنا عم بشوف حالي ومش غلط. يعني أنا بقول الرسالة الأمومة، رسالة الأمومة مهمة جدا لأنه بتأسس بيت صحيح للمستقبل. فيما تحدثت النمري عن العنف الأسري الذي تواجهه كثيرا من نساء المجتمع. اللي بدي أحكي اليوم، أنا طبعاً كتير بتوافق مع مسور غلوريا والدكتورة باسمة في دعم النساء وفي التوسع اللي احنا توسعنا فيه، وكيف إنه المرأة مظبوط حصلت على العديد من يعني المراكز، ووصلت كابتن طيارة، ووصلت مدرسة، ووصلت بالوزارة، ووصلت أماكن يعني كبيرة. لكن عنا لازال في عنف ضد المرأة في مجتمعاتنا المحلية. وأنا يعني أنا بشتغل مع هؤلاء النساء، بشتغل معهم بصورة يومية، يعني بتعذب لعذابهم وبتألم لألمهم، لأنه أحياناً المواضيع بتكون بسيطة لكن الظرف الاجتماعي اللي هم فيه بيكون صعب. يعني مثلا مثال بسيط، من سنتين او ثلاثه كان في صبيه بدها تنتحر على جسر عبدون. دورت عليها لقيتها بالمحافظه، رحت احكي معها، فبقول للمحافظ بقدر احكيها؟ طبعا بعتموا عليها لانه ما بدهمش تحكي، ما بدهمش تتعامل، ما بدهمش. حكيت معها، صبيه عمرها 22 سنه زي الورده، بدها تشتغل ممنوع، بدها تكمل دراستها ممنوع، بدها تروح مع صحباتها ممنوع. يعني لما ضيقوا عليها الخناق ما فيش مجال تعمل إشي، لقت إنه الحل الوحيد إلها تروح على جسر عبدون. هلا أنا بالمحافظة بتحدى المحافظ، جاب الأب طبعا، إجا الأب. المحافظ بيقول لي إيش بدك أستاذة؟ فأنا شادة حيلي بقول له بدي البنت. صدقوني الأب ما أخذته جزء من الثانية يقول لي خديها. صدقي لو جزداني ولا باكيت كلينكس ولا أي شيء بدك تقولي لا هذا اشتريته، هذا حقه كذا، هذا قال لي خديها. أنا فكرت إنه أنا بدي يعني أمسكهم بإيد اللي بتوجعه، إنه بدي البنت ما أخذته جزء من الثانية قال لي خديها. أوكي أخذها. أنا طبعا مش رح أحط واطي، أبا أخذها. ايش في عندك شروط ولا شيء؟ وقع انه سلمني بنت صبيه عمرها 22 سنه اللي هي بنته. احنا مرات بنقول النساء كثير عم بيحكوا على العنف، خلص يا عمي صاروا رجال لازم يطالبوا بحقوقهم، بس هذا الحكي مش صحيح. اللي بتمر فيه النساء، اللي بتمر فيه البنات، العنف المجتمعي جدا قاسي وجدا عالي، خاصه لما يكون من اهل البيت. أهل البيت ما بيتفهموا الشباب والصبايا، ما بيتفهموا إيش هم توجهاتهم، إيش حابين. وأحياناً زي ما حكيت إشياء بسيطة مش معقدة، لكن إحنا منصر إنه ممنوع، ما بيصير، ما في. وهذا الحكي يعني صعب صعب، لأنه بيؤدي لنتائج. يعني لو فعلاً رمت حالها وانتحرت يعني بنكون فقدنا نفس بريئة. إحنا بالإمكان نحافظ عليها بإشياء بسيطة. واختتم اللقاء بحديث للأستاذة دعاء بشارات حول تجربتها الشخصية في مجال تعليم المرأة. الدعوة اللي احنا حطينا عدة دعوات، وحكينا عن هالشهر الجميل، حكينا عن هالشهر الحلو، حكينا كمان عن البشارة.
بدنا نحكي من ضمن التحديات اللي هو عيد البشارة كان تحدي، وهلأ رح نحكي ليش. وبحب أحكي آية من الكتاب المقدس، ما بعرف إذا سمعتوها، وإن شاء الله إنه تبقى بأذهاننا. ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، رسالة بطرس الرسول الأولى، إذا حابين ترجعوا لها. وفي كمان بحب تسمعوا هالإشي الجميل، اجعل من يراك يدعو لمن رباك، لأنه إحنا كمربين وكأمهات إحنا صورة ومراية لأولادنا، كيف بتعامل أولادنا هي صورة إنه إحنا كيف ربيناهم. ضلوا تطلعوا على هالصور، كل واحدة أكيد رح تشوف حالها ورح تقارن وين أنا من هالصور، وين أنا من هالعباء، رغم إنه أنا حاطتهم كمان جبت أكتر من صورة، فكلياتهم بيعبروا نفس التعبير، الحمل والعبء على النساء. الأمومة على صعيد الممارسة ما هي إلا مهارة معينة، كل واحدة بتصير أم عنا وبصير في عندها مهارة الأمومة، من تمتلكها نطلق عليها أماً بالمعنى المحسوس للكلمة. بتصير أم وكل واحدة إلها مهارة معينة ببيتها، وذلك ليس له علاقة بالدرجة العلمية أو التعليمية، لذلك نجد أماً أمية لا تقرأ ولا تكتب وأبناؤها على أحسن هيئة في الأخلاق والتفوق الدراسي. لكن منذ الخليقة أبناؤها كانت وما زالت تحمل رسالة مقدسة. منذ الخليقة كان في عنا تحديات، وهم هاي التحديات اللي حكيتها أنا هي البشارة، عيد البشارة، لأنه لما الملاك كلم العذراء مريم وحكى لها أنت ستحبلين وتلدين ابنا عمرها 15 سنة أو 16 سنة وبيت أبوها وأمها، ستحبلين وتلدين، يعني قمة التحدي، إنه وقبلت هذا التحدي. فمنذ الخليقة كان في عنا تحدي، وممكن دايما القسيس بحطها بوعظاته. التحديات اللي صارت بعدين هي رسالة التعليم، كان في نساء مش متعلمات، لكن صار في عنا إنه إحنا بدنا نعلم أولادنا. المرأة، تحدي المرأة لتعليم أبنائها كانت وما زالت رسالة مقدسة نتوارثها جيلا بعد جيل، فهي الجدة التي زرعت التضحيات لتكون عنوانا من عناوين الوجود التاريخي والحضاري، ونبراسا نستأنس به من حكايات الماضي الجميل، حكايات الجدات والأمهات، فمنهن أخذنا الحكمة والدروس التربوية. أقيم في كنيسة سيدة السلام طريق المطار ندوة سينودسية تخللها إقامة قداس إلهي ترأسه غبطة البطريرك فؤاد طوال المتقاعد. تلا ذلك كلمة ترحيبية من منسق السينودس الأب مودي هنديلي حول مسيرة السينودس المقدسة. وعقب البركة الرسولية الختامية انتقل الحضور إلى قاعة الدير، حيث تم توزيع الاستبيان الخاص بالسينودس وقاموا بتعبئة بياناته لتعم الفائدة على الجميع. وبعد أن تناول الحضور طعام المحبة في جو من الألفة والأخوة، انصرفوا حاملين توجهات المسيرة السينودسية. احتفلت كنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين في الصلت بعيد مار يوسف وعيد الأم. جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه راعي الكنيسة الأب رياض حجازين، بحضور الأخوات الراهبات والرئيسة الفخرية لمجموعة كشافة ومرشدات الصلت الدكتورة باسمة السمعان ولفيفا من أبناء وبنات الرعية. وتحدث الأب حجازين في عظته عن الدور الذي شغله القديس يوسف في حياته حين كان حاميا للطفل مخلص العالم. فعلينا إذن أن نعترف بيسوع، أن نتبع يسوع حتى ولو أن أمور حياتنا لا تسير على هوانا، لا تسير على مزاجنا وكما نريد. علينا أن نتبع يسوع ونقول له نعم حتى في أوج آلامنا وأحزاننا ومشاكلنا وصعوباتنا. إخوتي الأعزاء، نحن نعيش في عالم بعيد كل البعد
عن السعادة والفرح والإطمئنان. نطلع حوالينا، نسمع الأخبار. عالمنا اليوم عالم مليء بالأحزان، بالألام، بالحروب، بالأوبئة، بالظلم، ويسوع بتجليه يظهر لنا على حقيقته ممجدا، وكأنه يقول لنا اليوم في عالم اليوم في هذه الأيام، وكأنه يقول لكل واحد منا: لا تخافوا، اتبعوني. وهذا هو الفرح والمجد الذي ينتظركم بعد هذه الحياة إذا اتبعتموني وأصغيتم لي. ثم انتقل الجميع إلى قاعة الكنيسة للاحتفال بعيد الأم. وفي الختام تم تكريم عدد من الأمهات على أنغام وصلة طربية أحياها الفنان سائد حتر. كما رعت الدكتورة باسمة السمعان حفل عيد الأم الذي أقامته مدرسة البطريركية اللاتينية في الأشرفية بعمان بحضور مديرة المدرسة نادي عماري والهيئتين الإدارية والتعليمية وطلبة المدرسة. وفي كلمتها خلال الحفل قالت السمعان بأن الأم لها قيمة لا تقارن بأي شخص آخر في الحياة، فهي تستحق منا الوفاء والشكر على ما تقوم به في حياتها من جهد صامت دون مقابل. وتخلل الحفل رقصات فنية رسمت الفرحة على وجوه الحاضرين. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي صلاة الغروب الثانية للأحد الثالث من الزمن الأربعيني بحضور المطران المنتخب الأب رفيق نهرة ورئيس المعهد الكليريكي الأب برنارد بوجي وكهنته ولفيفين من كهنة البطريركية اللاتينية، وذلك في كنيسة سيدة البشارة بيت جالا، حيث قام المطران الشوملي بمنح رتبة الشدياق للقراء عبد الله إلياس دبابني ويوسف غسان إبراهيم وباسل حنا. وفي عظته دعا المطران الشوملي الشدايق الجدد للسباق من أجل نيل إكليل المجد الذي لا يزول مع السيد المسيح. الرعاية الاجتماعية رسالة عنوان حلقة جديدة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج عطوفة أمل نادر الريحاني مدير عام مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأيتام، والتي تحدثت عن تلك المؤسسة التي حظيت باهتمام ورعاية المغفور له الملك الحسين بن طلال والملك عبد الله الثاني. كما أشارت الريحاني إلى الرعاية المتكاملة المقدمة للأطفال من قبل المؤسسة وتوفير ما يلزمهم من احتياجات أساسية لضمان تنشئتهم بشكل سليم. المزيد في هذا الحوار. يعني تكتمل أنوثة المرأة وأمومة الأم بالرعاية أكيد. كيف نرى نحن في مؤسسة أنت تشرفين عليها، كيف ترين دور إدارة المرأة في رعاية الأيتام؟ ما هي ملامح المرأة التي ينبغي أن تكون منخرطة في هذا العمل؟ المرأة لازم تكون زي ما خلقها ربنا، كتلة من القوة وكتلة من الحنان. القوة والقدرة اللي أعتقد على مع احترامي الشديد لكل رجال العالم وعلى رأسهم يعني والدي العزيز، لكن المرأة القدرة اللي عندها مش موجودة عند أي شخص آخر، وأكبر دليل قدرتها على تحمل آلام الولادة والإنجاب. هلا صار في مساعدات كثيرة، لكن في البداية لما ربنا خلقها كيف كانت بتقدر إنها تتحمل هاي الآلام وتستمر وتكرر هاي التجربة؟ هاي لحالها تجربة مش أي حدا بيقدر يتحملها. لازم تكون في هاي القدرة من أن تكون متماسكة وتكون قوية. الخادمة في مؤسسة الحسين لازم تكون امرأة قوية حتى تتحمل الضغط النفسي والاحتراق الوظيفي والنفسي اللي احنا بنشوفه يوميا باستلام أطفال من فئات وبيئات مختلفة مؤلمة. بنسمع قصة أو بنقرأها على وسائل التواصل الاجتماعي أو من جارتي أو على التليفون أو على الواتساب، بنقعد نبكي.
فما بالك احنا هذه القصص احنا بنقوم برعايتها والتعايش معها والاهتمام بها ومعالجتها للوصول فيها لافضل وضع. فلازم تكون كتله من القوه وكتله من الحنان لحتى تحتوي هذا الطفل. دائما الفقد تعويضه صعب كثير واكبر من حجمه. يعني انا فقدت كميه معينه حتى تتعوض هاي الكميه انا محتاجه لشيء اكبر منها، دائما العوض اكبر من الفقد. فالام في مؤسسه الحسين سواء كانت ام او مربيه او خادمه في جوانب فنيه او اداريه، ممرضه، طبيبه، اخصائيه نفسيه، اخصائيه اجتماعيه، اخصائيه تربويه، مشرفه، معلمه انشطه، عنا أتمنى أني ما أكون أغفلت أحد الجوانب، مسؤولة عن الأمور الإدارية والمالية والنظافة، الغسيل، كل الأمور التي بتقوم فيها المرأة في مؤسسة الحسين. لازم هذه القدرة اللي تكون عندها تقدر أنها تكون في نفس القوة وفي نفس الوقت في نفس الحنان تقدر أنها تحتوي هذا الطفل. مش إشي سهل أبداً. يعني من تعمل في مؤسسة رعاية أيتام مثل هذه المؤسسة العتيدة، مؤسسة بر عظيمة وتقترن باسم عظيم، أكيد ينبغي أن تجمع ما بين القوة والحنان. أكيد. الأم نعم. الأم بدها تكون قوية وبتكون حنونة حتى تنتج جيل صح. نعم. إذا اختل الميزان بده يكون في خلل في البيت. أنا لو اختل ميزاني مع أبنائي، أنا أم لتوأم أطفال شباب ما شاء الله، الآن هم في التوجيهي وإن شاء الله ربنا بفرحني بفرح كل الأهالي في نجاح أولادهم بالمعدلات اللي بتمنوها. إذا أنا اختل ميزاني معهم في أني أكون حنونة لدرجة الدلع وليس الدلال، وهذا ما تعلمته من والدتي. أنا بكون بحنونة، بقدم الرعاية الكاملة وباجي على حالي وأنا مريضة، والدتي كانت تغفل كل الأمور التي تخصها في مقابل إنها تقدم لنا كل الرعاية، يعني إحنا كنا على حسابها، لكن ما بتوصل لمرحلة الدلع لأني أنا بأذيه. بنفس الوقت يعني بدي يكون في توازن، بدي يكون في حب وبدي يكون في حزم حتى أنا أنتج إنسان سوي وإنسان متزن ومتحمل لمسؤولية. الحزم الوالدي. نعم. قام السيد جوزيف نصار مدير عام راديو مريم خلال وجوده في المملكة بزيارة ودية للمكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأردن. رافقه فيها السيد وجدي نصراوين المسؤول التنفيذي عن الراديو في الأردن. وقد التقى الوفد الزائر بالدكتورة باسمة السمعان المدير العام للمكتب التي قدمت لهما شرحا وافيا عن مهام وواجبات مكتب نورسات. كما اطلع السيد نصار على نشاطات المكتب وأقسامه والتقى العاملين فيه. ومن جهته قدم السيد نصار لمحة موجزة عن نشاط راديو مريم في المملكة. وفي ختام الزيارة أكد الجانبان على الرسالة المشتركة فيما بين نورسات وراديو مريم، ألا وهي رسالة المحبة والسلام. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان التربية الدينية المسيحية بين المنهاج والمنهجية، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف مسؤول لجنة التحضير لمنهاج التربية المسيحية لدى المدارس الحكومية الأب الدكتور إبراهيم دبور، وكذلك السيدة عبير السلمان مديرة مدرسة الروم الكاثوليك في الفحيص التي أثرت الحلقة بخبرتها التربوية الطويلة. فإلى هناك. صباحك نور أبونا. اليوم موضوع المنهاج والمنهجية في مدارسنا الحكومية ومنهاج التربية المسيحية، وأنت رئيس اللجنة اللي بتحضر وبتشرف على هذا المنهاج مع باقي الكهنة المسؤولين عن هذه من الكنائسهم المختلفة، فتخبرنا أين يعني وصلنا في هذا المنهاج. صار لكم تقريبا سنة. صباح الخير. عام وأنتم بخير. وانت بخير يا ابونا. شكرا لك. الله انت كمان بخير والامهات كلهم بخير. الله يسعدك يا رب. شكرا يا ابونا. شكرا. حبينا بالنسبه للمناهج المسيحيه. نعم. المضبوط اشتغلنا على منهاج التوجيه والحادي عشر. نعم. والمنهاج التوجيهي الان جاهز وانعملت لجنه من كافه الكنائس ودرسوه كافة كمان وديناه للمطارنة وراجعوه واعطوا ملاحظاتهم وعودنا جبناه
هاي الملاحظات وأضفناها وعودنا قدمنا لهم إياها، وقدموا كمان ملاحظات وكلها كانت ضمن الاتفاق الواحد والمبادئ المشتركة بيننا إحنا كلياتنا المسيحيين. ووضعنا في هذه المناهج ما طبعا أول شيء استغلينا إحنا المنهاج الفلسطيني وعلى أساسه بنينا المنهاج الأردني ووضعناه في قالب أردني ووضعنا في كافة يعني بعض من الأماكن الأثرية في الأردن زي المغطس ومادبة وهي كلياتها، وهدفنا أنه نعزز التاريخ والموقع المسيحي والهوية المسيحية في الأردن. وإن شاء الله عن قريب رح نقدمه لوزارة التربية والتعليم وأخذ الموافقة، ويكون إن شاء الله عن قريب بعد موافقة الوزارة أن يدرس هذا المنهاج في المدارس كافة، والطلاب يقدموا التربية الدينية المسيحية كمادة أساسية كما يقدم إخواننا المسلمين في كمادة أساسية في منهاج التوجيه. الله يخليك مس، ويعني نشوف مجهودكم بالمدرسة، وخصوصا قبل أيام كافأتوا وكرمتم أوائل طلاب المدرسة وكان احتفال مميز، وعم بنشوف ملاحظاتك دائما مع الطلاب وخصوصا في ما يخص التربية المسيحية، كون مدرستنا تتبع لمطرانية الروم الكاثوليك، وفي رسالة أيضا تربية وثم تعليم. وشو بتحدثين عن هالموضوع، كيف توجيهاتك لهالطلبة؟ توجيهاتي للطلبة زي ما تفضلت أبونا جورج إنه أولا تربية قبل التعليم، والتربية هي تنشئة من جميع الجوانب، روحية نفسية اجتماعية سياسية اقتصادية. لذلك نقول بأن التربية هي مجال واسع جدا لأنه يخوض بكل مجالات الحياة، والتربية رسالة عظيمة جدا. طبعا يقوم على يعني هاي عم تلقي على كاهلنا عبء ثقيل، لأن التحديات العصرية أصبحت كبيرة وشائكة، والعولمة والتكنولوجيا عم تأخذ طلابنا إلى منحى يكاد يكون بعيد إلى حد ما عن الجوانب الروحية العميقة بالحياة. فأنا أقول دائما إذا ملأنا الفراغ الروحي لدى الطلبة لدى الشباب لدى كل فرد بالمجتمع، كل مشاكلنا بتنحل إذا الجانب الروحي ملئ بطريقة صحيحة. لذلك أنا دائما توجيهاتي للطلاب حيثما وجد الدين العمق الروحي نوجد الحياة التربوية الصحيحة. فهاي طبعا دائما أنا التوجيهاتي اللي أنا بحكيها أبونا. جميل جدا جميل. مس عبير، كيف بتلاقي روحانية الطلاب حاليا يعني خاصة مع الجيل الجديد؟ أنت ذكرتي مع التعولمة والتكنولوجيا اختلفت المفاهيم سابقا قديما وحديثا، هل تري أنه مناهج التربية والتعليم قادرة أنها توصل الناحية الروحية أيضا والإنسانية للطالب وتحققها فيه؟ طبعا أنا من وجهة نظري المتواضعة إنه المناهج يجب أن تكون نظرتها شمولية أعمق للعقيدة المسيحية. نعم. والنقطة الأهم كمان يعني لا نعمل فقط على المنهاج، أيضا هنالك منهاج خفي هو المعلم. نعم. أو الأب الروحي الذي يقوم بإعطاء حصص الدين اللي محورها العقيدة المسيحية. نعم. فإذا رأينا قدوة تعلمنا بطريقة خفية بما يعرف بالمنهاج الخفي الهيدن كوريكولوم، لأنه حقيقة نحن نقتدي بالآباء. فيعني أنا دائما بقول إنه نعم الكلام المكتوب مهم جدا، ولكن إذا رأيت تطبيق عملي له من قبل أشخاص مؤثرين روحيين آباء روحيين أو معلمين للتربية المسيحية يكون التأثير عميق جدا. أنا يعني السؤال اللي طرحه أبونا إن بالنسبة للطلاب حاليا بنشوف إنه الجوانب الروحية ما بدنا نقول تلاشت،
يعني احنا ما بدنا نحكي بنظرة تشاؤمية لكن بنظرة واقعية انه تأثرت الجوانب الروحية، لانه هذا العصر صراحة يعني اصبح عصر المادة، عصر المصالح على مستوى دول وعلى مستوى افراد وعلى مستوى علاقات. لذلك احنا بنقول انه هاي برضو عم تفرض علينا انه وعي اكبر عشان نواكب ما تغير بالمجتمعات ونواكب التحديات العصرية، انه يكون منهاجنا دائما شمولي واقعي بفسر الواقع من منظور روحي. لذلك احنا بنحتاج الى يعني ناس ضليعين بالكتاب المقدس، ناس يعني ايضا الاصل مش بس ضليعين كمان يكون احنا منفتحين على الاخر سواء على مستوى طوائف على مستوى اديان اخرى، لانه احنا دائما شعارنا لازم يكون بعقول منفتحه بقلوب منفتحه. الى هنا مشاهدينا وصلنا الى نهايه نشرتنا، وقبل الختام هذا التذكير بابرز ما جاء فيها. انطلاق مشروع ترميم ارضيه كنيسه القيامه في القدس. البطريرك باتسابالا يقلد الفنان ماجد الرومي وسام البطريركية اللاتينية. لقاء تشاوري في سيدة السلام حول سينودس الأساقفة القادم. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.